ديبو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال. زمان في المدرسه علمونا ان ابو قردان صديق الفلاح، عشان بينقي الدوده من الارض وبياكل الحشرات اللي بتضر في الزرع. يعني مفيش مره اتغابى وعمل اكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم، عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك، خد تلحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى بتشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو قردان. انا قلت الراجل يتاكد، ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. اللي طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر، مش هترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملتكم، وانا اللي اقدر احبكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم، مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على ثمن العربيه اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلكم. مع السلامه. يا سعادة الباشا، أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت أمرك. على السلامة. هو ماله؟ يا سماح، مش تود أمك دكتور ولا هتسيبها في حالة التوهان دي؟ والنعمة يا أخويا، قلت لها 100 مرة، هي اللي ما هياش رد. ولا أنت مش فاضية لها والشغل واخد كل وقتك؟ وإيش دخل الشغل دلوقتي يا ديل؟ ولا أنت يا أخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شيماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديب، لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك روح وقول له سماح بتقول. اسمعي بقى وكفايه تضجين في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير، وانا مش هقفلك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق هيحل؟ لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جابه. ما انت برضه ما بطلتيش، لا هيحن ولا هيعبر. في يا سماح؟ من واحنا قاعد سيجاره في الحاره هنا واحنا عارفين ان مين كاتبك على اسمه. ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. ليه باب ناقص يا اخويا؟ وانا كمان في دماغي حاجات ياما. اللي في دماغك يا باشا على الصبح، دماغك ما تروحش اللي بعيد يا رحامي. صباح الخير يا مو. صباح الخير. هو في ايه؟ وكلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي وبكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب وصباحك فل. عشتيني يا بنت. وانت كمان. طب بقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. يلا. طلعت لي يا خالتي عنك ابو يوسف. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يعدلها لك يا جيجي. يا رب يا بنت امان، يا رب من بقك لباب السبت. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل. يكسب ازاي؟ استنى انا عايزاك. يلا يا شيماء، يلا يا شهد، اصحوا اصحوا. ايه اصحوا؟ يلا يلا. ايه في ايه؟ اصحي بقول لك. ايه امك جرى لها حاجه؟ امك اتكهربت يا شيماء. يا اسود يا بنت بهزر معاك، امك مكهربه خلقه. يلا عشان الراي وسماح كتبوا كتابهم، عايزين نهزلهم شويه. ايه ده كتبوه امتى دول؟ هم كتبوه. هنعمل ايه؟ يلا بقى اصحوا، هروح اصح امكم. يلا فوقوا كده. فاهمه حاجه؟ لا. ايه ده؟ مين كتب على مين؟ انتوا عارفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف، شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه للانتخابات؟ ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ الثوره مستمره. الثوره مستمره؟ الثوره مستمره. ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عمليه زي دي؟ هي كيمياء؟ طب عارف ان انا رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه؟ ده يا عم قول له لحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجه. خلاص بقى انت تسيح لي، ما كان لازم اهرب. ما العمليه كانت رايحه تدفع علينا كلنا يا يوسف. في ايه؟ قدر ولطف يا ميمي، حوار وعدى. ماشي. الواد ده كان بيغلفت على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المتغطي، بس هو عارف يا لطشه في مين. الناس دي بصراحه عندي في الشغل كل يوم بسمعها بيقولوا نفس الكلام، فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس. يعني شايف هذا المخ المتاسس؟ هو جاب لك من الاخر. قول له يا ابني ادي ميزه بقى ان واحد مثقف زي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم ايه، انا ماليش فيه، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، احنا هناخد القرشينات بتاعتنا من الجنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى قضيت. لستا كوادرو ايسي. ايه يا زنجيره؟ قوموا يا باشا. احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا لا بشمر كمان ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى انا اللي كسر محل الراجل اللي ولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولاد حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل؟ افتح بوقك يالا، افتح! الحه يا باشا والله وشربك الحه. الحه ولا بلاحه؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كرة صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. استاذ فتحي، استاذ فتحي! تمام يا فندم. ما بربصه اللي ودك، ينزل كل اللي في بطنه وتحرزهولي. حاضر يا باشا، تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. فول هيثم بيه. يا اهلا يا راجل. هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسألوه سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلنا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي؟ واحنا عندنا نسوان بتروح اقسام. يا اخويا انا بس عايزه اطمن، وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين كمان؟ هي لوكاندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. اطمنا يا اخويا. ماشي. ايه يا عم؟ ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناهولك هنا. ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا، اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان، بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي رتبها معاك، وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده يا رايق، مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام، ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك، بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه. والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف، مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ لا يا باشا لسه شغالين مع بعض، بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانيه. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح، وساعتها بقى فعيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك. بس قدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا، عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ ما تقلقش، دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا، لازمك يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه جدتي بتتلبش، وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقتي؟ خدوه يا حبه عينهم 3 4 ايام ومحدش يعرف عنه حاجه، لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زايع ومتصيد وعقر، هو اللي طلعه منها زي الشعره من العجينه. والله الوليه دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل ليكي يا زوزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجه ايه يا بنت؟ ما ترسي كده. هي من امتى الداخليه كانت بتيجي تاخد رجاله من عندنا؟ يقوم لما يشطحوا وينطحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سماح. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه للراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي ولا ايه يا زوزه؟ يا خرابي يا لهوي بتضحكي يا وليه، واخويا مقبوض عليه. يا خرابي بتضحكي يا وليه. الوليه ده هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه شمتانه فيه. واللي أظن أنت اتكلمت كذا مرة وأنا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجة واحدة بس، إن لا الظرف ولا الوقت مناسب إن أنا أرد على حضرتك. وقت إيه وظرف إيه يا مدام؟ ما تكونيش فاكرة إن أنا بتصل أحب فيكي وأقول لك نرجع لبعض. أنا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز إيه؟ يعني هكون عايز إيه يعني؟ عايز أكلم رامي ابني ولا عندك مانع إن شاء الله؟ عشان أأكد لك إنك مش بس زوج فاشل، أنت أب فاشل كمان. أنت عارف الساعة كام دلوقتي يا بني آدم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده أجازة بكرة ولا إيه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعليش انت بصوتك دوت اللي فكرني بايامك الزفت. ايامي انا الفقر يا واطي. اه ايام انا، وماله؟ حسابي يجمع يا حلوه. انت بتهددني؟ بتهددني يا بتاع انت؟ انت ناسي كنت ايه ولا ايه يا سعيد؟ ناسي كنت ايه وانا وبابي عملنا منك ايه؟ انت كنت حته مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. اه وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضه عند الخواجه ولا نسيتي اصلك؟ ايه؟ سكتي يعني؟ ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك ان هاجي اخد رامي كمان يومين يجي يقعد معايا في السخنه. عايز اشوف القريه عندي بقت عامله ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمه اديتهم لك. اكتر من كده انسى. بتزعلني من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه. اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه، عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه ويعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضه؟ اه صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تطور في الحوار ده يا ميمي؟ بس بمزاجنا مش بحاجه تانيه. ولا هيثم دوت غدار يا راجل. لو تفتكر العمله اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها على ياسين. فاكر يعني كان زمان لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا، لكن بقى كل سنه وانت طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها، واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه، حرص ولا تخون. بص يا نجمه، اللي زي هيثم ده اصله شبطه، لو ما خدش اللي هو عايزه هيشرب لنا في الازرق، يقعد ينبح علينا في الرايحه والجايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعلى ايه يا صاحبي؟ ارمي له حته عظمه يتلقي فيها ونريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق. اتكل على الله انا بقى هلحق شويه. ماشي يا عم الدنيا تعبناك معانا. عيب يا دوس ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام يا ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. اه سلام سلام يا ولاد. وعنها يا بنتي وراحت ماسكه في زماره رقبتي وعينك ما تشوف الا نور، واطلعي بره يا بنت الكلب، ايديها عامله زي المرزبه، زي المفتاح الانجليزي، حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو. غلبانه والله الست دي ياما. اه يا كبدي عليها، بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتتساير وواعيه اللي بنقوله، وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها. هما مين دول اللي يحضروا ياما؟ خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر. زهايمر؟ هو ايه زهايمر ده يا بنت؟ زهايمر ياما يعني بعيد عنك كده فقد اللي بيحصل حواليها، يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي، واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش. اه علشان كده على طول جايبه في سيره صلاح اخوها. هتلاقيها كده على طول عايشه بتحكي في بتوع زمان وخلاص. بس ده مش عاجبني خالص، ممكن تشوف لي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي؟ انهي تشكيله فيهم يا فندم؟ التشكيله اللي هناك عندك دي. انهي واحده معلش لا مؤاخذه مش واخد بالي يعني. اقول لك؟ خلاص خلاص. انا ممكن اشوف الاسوره دي. ماشي اتفضلي. بس مالها خفيفه قوي كده ليه؟ دي خفيفه؟ طب حضرتك ممكن تشوفي دي؟ لا 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 مش عارفه والله، بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت؟ اه فاكر. فاكر عملنا فيه ايه؟ وديناه القسم. لا 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 افتكر كده قبل ما يروح القسم عملنا هنا في ايه في المحل. يا نهار ابيض يا جيجي، ده كان علقه ما خدهاش حمار في مطلع. مش كده ولا ايه؟ ايوه. في ايه؟ انت بتمسكي شنطتي ليه؟ عايزه ايه؟ ما خدتش حاجه. ما خدتش حاجه؟ انت متاكده؟ امال ده ايه يا رحمه؟ يا نهار ابوك يا اسود، انا هتصل بالبوليس. استنى يا فاروق تمام على حاجتك الاول. شوفش وشك هنا تاني. غور ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق. مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه، ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين. دي اتعلمت الدرس، مش احسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجن؟ هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعدي. خلاص يا فاروق حصل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ماشيه انت عارف حاجه؟ سلامتك. مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلي مخصوص؟ بفك عن نفسي شويه، وكمان ما بحبش اشوفك تنزلي لوحدك. ايه مش الناحيه مدام فادي عايزاكي جوه. حاضر. اوكي. يا استاذ فتحي دي تالت مرة تفر في الورق، طب دور على حاجة جواه. أنت شايف يا راقي الأرض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام، وأنت فاهم طبعًا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بإبرة، وأنت جاي دلوقتي عايز موافقتها، طب ده وقته، ده وقته يا راقي. أولا الأرض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركة مساهمة، هو ليه 20% بس. ثانيا بقى مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا طالما ما صدرش امر بالتحفظ على الاموال. ثالثا بقى والاهم، انت مش جاهل بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجه. الورق قدامك ده سليم، محتاجين امضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص احنا ان شاء الله عشان خاطرك من بكره هنسعى نجيب الموافقات دي وربنا يستر. وانا عينيا ليك يا سكره. جهز لي 600 كتير يا عم الحاج، السيوله اللي مع الناس عايزين يرموا بيه اساس عشان يبقوا فتحوا بطن عيان وخلصنا منه. بيكشي يموت العيان. ارض ب 30 مليون مستكتر نسبه 2%. اكيد يا راجل انت جاي تهزر يا راجل يا طيب، ده انا سادد عنك 100 ايد ببق وهسلمك على ميه بيضه، هسلمك على الجاهز. يا عم خلاص خلاص هعمل لك ايه؟ ما انت كل مره تاكلني وتضحك عليا. طب اقول لك ايه؟ اسمع، ايه رايك بقى تديني شقه في كل دور على ال4 عماير؟ ماشي. طب ايه رايك انت بقى؟ هتاخد دورين مقفولين في عماره واحده، اهو دور الكاتب باسم المدام ودور الكاتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. This is the papyrus plant and as you can see it turns into paper, but we have to get all the water out of it, so we put it like this and we use the hammer bring out all the water, and this is not for pizza here. We use it for the plant. As you can see all. I'm sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مرة ان ده مكان شغل؟ ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي، وانا عايزة اقول لك على حاجة مهمة. اخلصي، في ايه؟ يوسف انا حامل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الناس كلها بتتكلم عن انجازات سيادتك يا فندم. سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندم. بس اللي يهمني انت لسه ما سمعتوش. اعرفه يا فندم، اعرفه وابلغ سيادتك بيه على طول. عندنا ايه النهارده؟ الميتنج مع وكلاء الوزاره بعد ساعه، بعد كده لازم اتحرك على المطار عشان رئيس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. مفيش حاجه اسمها لازم. سوري يا فندم، أنا زي ما قلت لحضرتك مبعوث الوزير الألماني هيوصل القاهرة خلال ساعتين، ده في نفس وقت اجتماع الوزراء. حضرتك هتعتذر على الاجتماع؟ مبعوث الوزراء أي حد من الرسم يروح يستقبله، أما اجتماع الوزراء أنا ما أقدرش أعتذر عنه. تحت أمرك يا فندم. الساعة 6 في منزل السفير البلجيكي. أعتذر. تحت أمرك. في إيه تاني؟ ده ملف مندوب جامعة الدولة اللي سعادتك هتقابليه بكرة، دي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه. خالد نواف ده مندوب الجامعة. مش عايزة أعرف حاجة عنه. تحت أمرك. إيه يا كبير؟ خد انت، خد انت، خد ساتونا بقى، خد فين؟ كفاره مين؟ تعفضها دي وتعالى كله. لا سبقتك يا معلم يا عم، تعالى يا عم. خلاص يا عم، بقول لك ايه؟ هيثم ايه بقى حكايته؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه؟ يا عم الراحه علينا يا عم، عارفين يا عم عارفين. بقول لك يا ميمي، كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالا سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ ما انا طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكايه بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيا الاول؟ لا يا صاحبي في ايه؟ النسوان دماغها طاقه، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده بمزاجها يا دياب، بس لو حكمت ورحمه ابويا مليان زول تاني من البيت. هي عملت ايه ما تقول لي؟ ما عملتش حاجه. لا عملت حاجه. يا جدع هنقعد نعيد يا عم في ايه؟ ما عملتش حاجه. ايه تعطفنا يا جدع؟ مفيش حاجه. ايه عايز اتكلم معاك كلمتين بالراحه. الحكايه وما فيها انها شغاله معايا وانت عارف. وهناك في بشوات نمره واحد، وحتى لما تروح لوحدها بالليل معلش انا مطمن عليها. مفيش امان يا صاحبي. يا دياب مفيش حاجه. لو في حاجه رسيني. يوه عيب عليك يا جدع انت، مفيش حاجه والله. سندوتش جبنه يا عم. طب طلع الف كله يا سيدي. روميا ماشي. جرجير جرجير. ها صباح الفل. صباح العسل. امك انا بعمل لك سندوتشات. ها يا نحله. ايوه كبير عينيا. خلي بالك عبر ناجي، انا قلت البت دي مش هتشتغل يعني مش هتشتغل، واشوف بقى كلمتها تمشي في ام البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في ام البيت وابو البيت يا حبيبي. هتمشي هتمشي على نفسه ياما مش عليا. اوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل ايه في الطالعه والجايه. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. انت مالكش حاجه عندي. انت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا واد يميني. عايز تمشي على حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا ايه؟ ايوه يا بنت احنا ما احناش بقرون. معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. انت بتسخنيه ياما وهو بيضربني بتسخنيه. ده باين له مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا. اي ايدي. بقى اي ايدي. طب يا اختي يا مصعب خلصتي ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغاله اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت، هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بيفتحش من اول مره. واديكي قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك، الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. اه ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغاله اهو، بس فلوسهم تحضر بكره، لو المقدس جه وجرد وملقاش لا دهب ولا فلوس هيزنوني في كلام وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغاله اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبه ايه بقى؟ زي النهارده من سنه كان اول يوم اتقابلنا فاكر؟ يوسف انا عارفه ان انت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس انت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت اعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجه حاولت اعملها من غيرك، بس والله العظيم ما قدرت. انت صعبت عليا كل حاجه من غيرك. بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا، هيكون من مين يعني؟ اسمعي يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شايله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمه؟ لا انا رايي تقعد النهارده في البيت تتفرج على الاعاده دي، مهمه جدا اهم من الماتش. اوه جمهوره ده في ده. خلي بقى الاهلي ينفعك. طيب لما اشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مني، اتكشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتيها له من بره، وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين الروشته؟ هتصرفها لي من عندكم. مالكيش دعوه بس هاتي الروشته. اهي وما معيش الا هم دهم ورحمه ابويا ما معايا غيرهم. خليهم معاكي، فطري بيهم الواد، ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. الهي طعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. واد يا نحل، عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهي ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك كفايه تقطيع بصل والمصحف، انا احول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سنة الله، اللمه حلوه يا وليه، ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا يا زوزه يا اختي. ان شاء الله يا رب، بس ما نقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. واد يا نحله، انا يا ست زوزه، ما تروح تنده لصلاح اخويا وتستعجل. حالا حالا يا ست زوزه. حالا انت رايح فين؟ في نقعد يا عمتي، مصحف صلاح مات من زمان، مات. يا سبت المشهد انت يا ولد تتفاجئي. ايه يا ميمي مزعل زوزه ليه يا اخي؟ في ايه؟ انت مش شايفها؟ جه النهارده شقاديف مع بوبه الجماهير. حق الواد ده هزاره بايخ قوي ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحمور. طيب وعندك صلاح بالمره برضه. ها؟ ماشي هندلك صلاح اهو. ايه يا سماح؟ مش تودي امك دكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعم يا اخويا، قلت لها 100 مره هي اللي ما هياش رد. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا ديل؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شيماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديل؟ لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك روح وقول له سماح بتقول لك. اسمعي بقى وكفايه تضجين في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير وانا مش هقف لك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق هيحل؟ لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جابه. ما انت برضه لو ما بطلتيش لا هيحن ولا هيعبر. في ايه يا سماح؟ من واحنا عيال صغيره في الحاره هنا واحنا عارفين ان مين كاتبك على اسمي. ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. ليه باب ناقص يا اخويا؟ وانا كمان في دماغي حاجات ياس. اللي في دماغك يا بنت على الصبح، دماغك ما تروحش اللي بعيد يا رحامي. صباح الخير يا مو. صباح الخير. هو في ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي وبكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب وصباحك فل. عشتيني يا بنت. انت كمان. طب بقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. يلا. صباح الخير يا خالتي عندك. ابو يوسف تسلمي يا حبيبتي، ربنا يعدلها لك يا جيجي يا رب يا بنت امان. يا رب من بوقك لبوق السما. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل يا ازاي؟ استنى انا عايزاك. المسقعه وصلت، عايزاكوا بقى تدوقوا المسقعه صنعت ايديا وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا ديحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن ولا ايه يا زوزه؟ ما المنطقه كلها عارفه يا يوسف المسقعه بتاعتك بنج بنج. بتاعت البنج وصلت اهي، هي تحكي. اكيد بتتكلموا على مسقعه خالتي ديحه دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء ويرزقك بابن الحلال. بنت يا شهد روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا امال، يلا يا اختي نروح نجيب الطعميه. يلا قومي يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟ اخبارك ايه؟ ازيك رايق؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كيف اخبارك؟ واخد لك شويه دهب بقى انما ايه؟ لوز. لا ملوش لزوم الاستهداف، السوق رايح قوي اليومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه واقف الحال ده بقى الله؟ وانا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس، وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه، البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي، هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ اه يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده، والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبون العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه. خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدمغه، بس بقول لك ايه؟ عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الذهب في الطلاق. دهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده دهب؟ يا بنت قطعيها مش كفايه. ازيك يا دكتوره؟ دكتوره ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوه مني. واجدع من 100 دكتوره كمان، ده انت ملاك الرحمه شيماء. والنعمه من كتر العيا والعيانين اللي بنشوفهم في المستشفى حقتهم يسموها ملاك الزحمه. ربنا يشفي العيانين يا رب. انت عارفه شيماء وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت، رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضه ايه؟ خواجايه، شعر اصفر وعينين خضرة، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي، بنت فله. وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضرة وشعر اصفر، واد فله، مش بيقول لك البت فله؟ اهدى على نفسك. ما تهدى انت شويه على البت بقى وتنوي على الخير، عايزين نفرح بيكم. ربنا يسهل بقى. هيسهل ان شاء الله، بس انت انوي، البت بتحبك. قالت لك حاجه يا بت ولا ايه؟ والنعمه لا، بس انا ليا عينين وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها.